السلام عليكم. هنتكلم النهارده عن قياس ظن مقالتها او الافعال التي تنصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر للصف الاول الاعدادي بمدرسه الشريف الخاصه باللغات. في البدايه اخذنا الفعل اللازم والفعل المتعدي قبل كده، واخذنا الان الفعل اللازم فعل بيجي الفعل والفاعل بس ما فيهوش مفعول، الفعل المتعدي فعل بيجي له مفعول او اكثر. النهارده هناخد بقى ان في افعال اللي هي ظن واخواتها بتنصب مفعولين. على سبيل المثال يظن الطالب النجاح سهلا، عندي الفعل يظن، مين اللي بيظن؟ الطالب فاعل. طيب هو ظن ايه؟ ظن النجاح، فاصبح هنا نجاح مفعول به. طيب هل اكتمل عندي المعنى؟ لا. هنا محتاج مفعول به تاني وهو كلمه سهلا، فاصبح عندي هنا مفعولين للفعل يظن. طيب جميع الافعال الموجوده عندي دلوقتي افعال متعديه لمفعولين، ولكن الافعال دي بتنصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر. طيب لو انا حذفت كده يظن الطالب هلاقي كلمه النجاح سهل مبتدا وخبر. في البدايه اعرف بان ظن واخواتها هي افعال ناسخه. طيب ليه ناسخه؟ علشان غيرت حكم المبتدا والخبر لما هي بتدخل عليهم وبتخليهم مفعول اول بالنسبه للمبتدا وبتخليهم مفعول ثاني بالنسبه للخبر. طيب ايه هي ظن واخواتها؟ هناخد في البدايه ظن حسب قال زعم علم وجد ورأى صير حول وجعل. جميع الافعال ديت بتنصب مفعولين زي ما قلنا اصلهم المبتدا والخبر. بتتاكد بقى ان الافعال ديت تعمل في الماضي والمضارع والامر. اهم حاجه تتاكد بان الافعال ديت دخلت على كل اسميه نصبت المفعولين. طيب اول مجموعه عندنا بنسميها افعال الرحام او ممكن نسميها افعال الظن، ممكن في ناس بنسميها افعال الشك. ده لدلتها على معنى الرحام او الظن او الشك. تعالوا نشوف المثال الاول. يظن الطالب النجاح سهلا، هو كان فاكر وكان بيرجح، هو كان شاكك ان النجاح سهل، ولكن ثبت له العكس بان النجاح ما هوش سهل، لا لازم يتعب، لازم يجتهد. فاصبح الافعال دي افعال تدل على الرحام او الظن او الشك. حسب الطفل النجم قريبا، هو كان فاكر ان النجم ده قريب منه، ولكن لما كبر وتعلم عرف بان النجم يبعد عنه الاف الاميال، فهنا برضه دلت على الظن والشك. طيب فين المفعول به بتاعها؟ مفعول به بتاعها الاول النجم، والمفعول به الثاني قريبا. طيب تعالوا نحذف كده الفعل مع الفاعل، هنلاقي النجم قريب، طبعا هنرفع ساعتها الجمله. زعم الرجل الخيال حقيقة، واحد تخيل بأن الخيال يبقى حقيقة. هل هو حصل؟ لا، هو كان بيرجح أن الخيال حقيقة ولكنه يبقى خيال وليس حقيقة. المفعول به الأول الخيال، المفعول به الثاني حقيقة. قال العاملان التعاون ضار، اثنين بيشتغلوا تخيلوا بأن التعاون بيضر، طبعا خطأ الفكرة بتاعتهم. فعندنا هنا التعاون مفعول به الأول وضار مفعول به الثاني. لو شلنا الفعل مع الفاعل هنلاقي التعاون ضار جملة اسمية. المجموعة الثانية من الأفعال وهي علم ووجد ورأى، ودي بتفيد اليقين. اعلم
الصدق منجيا. اعلم انت، الفعل المسبب تقديره انت، الصدق مفعول به اول ومنجيا مفعول به ثاني. خلي بالك دلت على معنى اليقين، انا تاكدت، انا تيقنت ان الصدق منجي. وجدت التفرق ضعفا، لقيت، علمت، جربت، خلاص، فانا هنا وصلت الى حقيقه تاكدت منها وتيقنت منها، وهي ان التفرق ضعف. ما تتفرقوش عن بعض، فهنا التفرق مفعول به اول وضعف مفعول به ثاني. رايت الحياه كفاحا، الفعل راى ومعه الفاعل التاء والمفعول به الاول الحياه وكفاحا مفعول به ثاني. نحذف الفعل مع الفاعل هنلاقي الحياه كفاحا. خلي بالك هنا من حاجه، الفعل راى ممكن يجي لي بشكلين، ممكن يجي لي حاجه بنسميها رؤيه بصريه اللي هو يجي بمعنى ابصر. في الحاله ديت زي المثال رايت اباك في المسجد، لما تيجي رؤيه بصريه بتاخد بالك هنا بان الفعل ده متعدي لمفعول واحد، ما بيتعداش لمفعول تاني. لما حاجه انت شفتها هنا متعدي لمفعول واحد. طيب الرؤيه الثانيه رؤيه بنسميها قلبيه، الرؤيه القلبيه هنا حاجه تتيقنت منها ما شفتهاش بعينك، زي ما احنا بنقول رأيت الحق واضحا. هل انت عمرك تقدر تشوف الحق؟ انت تشوف اثاره ولكن ما تقدرش تشوف الحق، فعندي هنا ده متعدي لمفعولين. طيب فرق ما بين الرؤيه البصريه والرؤيه القلبيه. نفس الكلام في وجد، الفعل وجد ممكن يجي لي بمعنى عثر على، وساعتها هيجي لي متعدي لمفعول واحد. يعني مثلا وجد احمد قلمه، كان بيدور على القلم بتاعه ولا لا، فاصبح هنا عندي مفعول به اول. طيب لو انا جيت واخدتها بمعنى اليقين ساعتها هتكون فيها مفعولين، انها تدل على اليقين. هنا ساعتها تبقى متعدي لمفعولين. على سبيل المثال وجدت القمر منيرا، فهنا اصبح فيها مفعولين. تاكد كويس جدا من الافعال دي اللي بتيجي في الامتحانات، هل رأت على الرؤية البصرية ولا تكون على الرؤية القلبية؟ هل وجد كان بمعنى عثر على ولا بمعنى اليقين؟ طيب آخر مجموعة عندي في الأفعال هي سيارة وحول وجعل، والأفعال دي بنسميها أفعال التحويل. في أفعال التحويل لازم تتأكد بأن عندك حاجة اتحولت من شكل أو من شيء إلى شيء ثاني أو من حالة إلى حالة ثانية. على سبيل المثال جعل المعلم الدرس مشوقا، ساعتها الدرس ما كانش مشوق قبل كده، قبل ما نتعرف عليه، ولكن بعد ما احنا تعرفنا عليه أصبح الفعل هنا نصب مفعولين، وأصبح هنا الفعل جعل خلاص تحول الدرس من درس ما كانش سهل إلى درس كان سهل. طيب أو درس أصبح سهل. ازاي اقدر ابني الافعال دي المجهول؟ نفس الكلام اللي انت اخذته في نهايه الفعل، نفس الكلام اللي اخذته في بناء المجهول، نقطة واحدة بس زودها عندك. لما انا قايل الأول يظن الطالب النجاح سهلا، أخذنا في البداية بأني هقول يظن الطالب، أحذف الفاعل، طيب النجاح بدل ما هو كان مفعول به
هخليه نائب للفاعل، فنقول يقدر نجاحه علشان يبقى نائب فاعل. طيب بعد كده المفعول الثاني ما بيتغيرش، بينزل زي ما هو. طب هنعرفه ايه؟ هتعرفه زي ما هو مفعول به ثاني. القاعدة افتكر المظنة وأخواتها أفعال ناسخة، لأنها غيرت الحكم بتاع المبتدأ خلته مفعول به، وغيرت الحكم بتاع الخبر خلته مفعول به تاني. افتكر بقى الأفعال دي بتعمل في الزمن الماضي، في الزمن الضارع، في الزمن الأمر. افتكر تعدادها، ظن، حسب، قال، زعم، لي، الرجحان أو الظن أو الشك، وجد وعلم وراها في اليقين، وصير وحول وجعل للتحويل. ما تنساش تركز جدا في الفعل رأى والفعل وجد. هل رأى هنا كان بمعنى أبصر ولا كان بمعنى الرؤية القلبية؟ هل وجد كان بمعنى عثر على فبقت متعدي مفعول واحد، ولا كان بمعنى اليقين فتصبح متعدي لمفعولين؟ ما تنساش المعلومة بتاعتنا نائب الفاعل لما أنت بتيجي تبني الأفعال دي في المجهول. شكرا لكم، وأتمنى لكم دوام التوفيق.